لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أعقل جد اليوم جدك فاخطبي خير العقائل للوصي أخي النبي. هذه العقيلة من ذوابة عامر تدعى إلى الأبطال مهما تنسبي. قم خاطبا أم البنين فلم تكن جربت يا ميمون غير مجربي. ستجيء في بطل معم مخول حملته منجبة لأعظم منجبي. بطل تكون له الشجاعة حبوة بطل تكون له الشجاعة حبوة أعظم بقرم بالشجاعة قد حبي. الفضل معدنه وكان له أبا فضل الرجال. الفضل معدنه وكان له أبا فضل الرجال بمعدن أو بالأبي. قمر العشيرة كان من ألقابه فردا وفيه سواه غير ملقبي. قمر العشيرة كان من ألقابه فردا ومنه سواه غير ملقبي. والطيف من وحي النبوة بعضه وتل الحديث المستفيض عن النبي. ولدا رأت أم البنين بحجرها قمر السماء هوى. ولما تخطبي ورأت ثلاثة أنجم تبعا له ورأت ثلاثة أنجم تبعا له تهوى تباعا كوكبا عن كوكبي. لكنه في الحرب قدمهم لكي لكنه في الحرب قدمهم لكي يحظى بفقدهم المرير المتعب. وكذا عظيم النفس يفدي مبدئا بنفيسه وحبيبه وبما حبي. جاءت له بالطفل زينب ضاميا الله ما فعلته شكوى زينبي. هدرت شقاشقها علي بوجدها وعتابها يا ليتها لم تعتبي. نسفت رواسي صبره ببكائها ودموع عينيها كغيث صيبي. وهناك خف إلى الحسين وهناك خف إلى الحسين وقلبه في غير جائزة اللقاء لم يرغبي. اقل يا حسين زينب يا اخويا بطفلك الملهوف جتني يا بسلسانه وشوفته والله شعبتني. وحالة الحورة وحال اخوها شلون فتني. تجذب الونة والرضيع يدير عينه
حلت مدامعها يا اخويا ووقفت احداي ترتعش وتقول لي يا اخويا تفتت حشاي والله مدة ثلاثة ايام والله ما ضقت ماي واحنا يا اخويا الموت لازم واردين. قال لي يا قطب الحروب يا شايل حملنا خلى يا اخويا من العطش يهلك طفلنا الله يعين الجيش لا تشملنا بعدك يا اخويا تميل عدوانك علينا. قال لنا خلي تموت نسوتنا ضمايا واحنا يا كهف الخايف اليوث وشفايا يا حسين رخصني انكس هالرواية خيك يجيب الماي لو تقطع يمين بالله درخصني انا لهاليوم مدخور لازم بالمطهم لدوس خدود وصدور تدري بهالتربة وتدري اليوم عاشور بكربلاء لنا مرامي قاصدين. بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الإسلام كما عرفناه كما آمنا به كما رأينا من تاريخه ومن ممارسات نبيه صلى الله عليه وآله وقادته الفكريين والسياسيين ثورة شاملة ما رأينا في التاريخ البشري أكثر شمولا أبعد أفقا أكثر إحاطة منها. ليست المسألة مسألة خطابة ولا هذا الكلام الذي أقول كلام إنشائي. المبادئ الإنسانية التي تأتي على مستوى شمولي لتعالج وضع الإنسان من كل ناحية على مختلف المستويات تمد أصابع الإصلاح إلى كل المرافق. هذه المبادئ طبعا إذا أخرجنا الديانات التي سبقت الإسلام لأنها لم تحاول مثل هذه المحاولة فيما وصل إلينا من مصادرها المحرفة. إذا أردنا أن نأخذ هذه المبادئ فإنها جميعا تقتصر على معالجة الواقع الموضوعي الاجتماعي وهي معالجة فوقية معالجة لا تأخذ إلا سطح الواقع الاجتماعي. تعنى بالمسألة السياسية وتعنى بالمسألة الاقتصادية وتعنى بمحاولة إقرار العدل في هذه الناحية أو ذاك وفق منظورها ورؤيتها ومفاهيمها. هذه مسألة لا شك فيها لكنها لم تضع في حسابها أن تصنع إنسانا
لم تضع في حسابها أن تمد أصابعها إلى عقل الإنسان، إلى ضمير الإنسان، إلى وجدان الإنسان، لتصنع هذا الإنسان صنعا جديدا وتضعه ضمن قالب جديد. هذه المحاولة ثورة تصنع إنسان وتصنع مجتمعا وتعالج داخل الإنسان وتعالج الخارج الحياة الإنسانية، هي المحاولة التي استهدفها الإسلام وشخص الوسائل والأساليب التي أراد أن يصل لتحقيق غرضه على هذا المستوى بواسطتها. طبعا هذه المحاولة تعرضت لانتكاسة وتعرضت لإخفاق بمستوى ما، لأنه لم يقدر لها أن تستمر العمر اللازم لتكييف أمة وتكييف مجتمع وصناعة حضارة جديدة، ما أعطيت الفرصة الكافية اللازمة. وأي ثورة في الدنيا، أي ثورة مهما كانت تملك من القدرات الفكرية ومن الكفاءات القيادية التي تقوم عليها، إذا لم تعطى الفرصة اللازمة لتجذير مفاهيمها، لتأصيل أفكارها، لفرض معالجاتها، للدخول ضمن السبل التي هيأتها للوصول إلى غاياتها، لا تستطيع أن تصنع شيئا. والإسلام واجه كما تعلم مجتمعا منفصما تماما 100% عما عن المستوى الذي طرح لما يريده من وضع جديد، منفصم انفصام كامل. يعني اكو مساحة شاسعة جدا تفصل بين المستوى الذي يريده الإسلام للإنسان وبين الواقع الاجتماعي الذي كانت تعيشه البشرية. الحقيقة قلنا أن المبادئ الذي يراها الإنسان أو رآها الإنسان، والإنسان مسحوق ومظلوم ويعيش واقعا مهترئا فاسدا، ركزت همومها على معالجة هذا الاهتراء، ولذلك فهي تترك الناس وشأنهم، تترك الناس وما يتبنون وما يسلكون في قضاياهم الشخصية، في أخلاقياتهم. كل قضية لا تمس النظام العام مسألة لا تفكر فيها كثيرا. وإذن فخلقية الإنسان، خلقية الفرد، ما داخل في حساب الثورات الكبرى التي عرفها الإنسان، خلقيات الفرد بالمقدار الذي يخرج في الحقيقة، يخرج عما يضر بمبادئ الالتزام الثوري أو بمبادئ التزام بالفكر المطروح، ما لها علاقة به. يعني كيف يقيم علاقاته الشخصية، كيف يحقق لذاذاته الحسية، كيف يتصرف هنا وهناك، ليس من شأني كثائر وكمصلح، مسألة شخصية لا تعنيني. أنا يعنيني أن أصلح الوضع الاقتصادي، ويعنيني أن أصلح الوضع السياسي، ويعنيني أن أنهي الأفكار الجامدة والمتزمتة والمتخلفة، ويعنيني أن أطور نظرة الناس إلى الحياة من جانبها المادي. كيف يسلك المنتمون إلي، كيف يسلك المتبنون لأفكاري، مسألة لا تعنيني. هذه الحقيقة إذن يعني تخلي واحد مهمة محصورة عند التغيير الاجتماعي،
عند التغيير الفوقي يكفيني من الإنسان أن يجعل نفسه مستخدما لتحقيق هذا المأرب لدي، وما يعنيني وجدانه، وما يعنيني عقله، وما يعنيني سلوك الفردي. بالطبع هذه مهمة في الحقيقة، قلنا هي نصف ربع المهمة الذي الإسلام حاول أن يوجدها كدين. مشكلة الإسلام أنه ليس نظاما اجتماعيا فحسب جاء لإصلاح الأوضاع الاجتماعية، وإنما هو دين أيضا، ويريد يحقق الغرضين، يحقق العمق الروحي، يصل إلى إصلاح ذي عمق روحي، ويحقق إصلاح مادي اجتماعي. من هنا فهو يتابع الإنسان في كل حالة من حالاته. ما يكتفي من الإنسان في مرافقته عند حدود التعامل الاجتماعي، وإنما يرافق الإنسان في بيته، وينظم علاقاته داخل البيت، علاقاته بأمه، وعلاقاته بزوجته، وعلاقاته بابنته، بأولاده. ما يكتفي بهذا، يلحق الإنسان إلى مخدعه أيضا. ما يكتفي بهذا، يتدخل في خصائص طعامه وشرابه، فيحل له ويحرم له. ما يكتفي بهذا، وإنما يفرض عليه أمورا لا تدخل في حساب الإصلاح الاجتماعي بشكل مباشر في نظر الناس، التزامات دينية وفرائض وصلوات وصوم وحج، هذه أمور كثيرة ويريد يلزم الناس بها. بالطبع مسألة صعبة جدا. أنا قد أستطيع أن أفرض عليك قانونا معينا وراء السلطة الزمنية تلزمك به فأحقق إصلاحا معينا، أما أن أجعلك تلتزم بضوابط وتلتزم بمفاهيم وتلتزم بقيم لا وأنت أمام السلطة الزمنية وبمرأة منها، بل حتى في داخل بيتك، بل حتى في داخل مخدعك، بل حتى فيما تأكل وفيما تشرب، مسألة صعبة. معناه كون أصنعك كإنسان، أصنعك صنعا خاصا، أجعلك ملكي عقلا وقلبا وضميرا ووجدانا. ماكو ثورة بالدنيا تطلب من إنسان مثل هذا المطلب الشديد، يعني البالغ الخطورة الذي ما يمكن أن يوصل إليه. أنا يا أخي يكفيني أن تتجاوب مع ما أطرح من مناهج الإصلاح، يكفيني أن تتبناها، يكفيني أن تتحمس إليها، يكفيني أن تصبح بيدي قوة ضاربة أستطيع أن أقاوم بها الفئات التي تقف أمام مناهج الإصلاح. اشتاكل اشتشرب ما يعنيني، أي ثورة في العالم ما يعنيها ماذا تأكل وماذا تشرب. لا تحرم عليك التعامل مع الطبيعة في مجال الأكل والشرب نهائيا. أكو شيء في العالم من الثورات يعني الاجتماعية تحدد للإنسان مأكلا معينة؟ لا. ممارسة معينة لشهواتهم؟ لا. هذه القضية إذن هامة جدا على هذا المستوى من الشمول، وطرح الإسلام نفسه وطلب من الناس أن يتخلوا جملة واحدة عن عقائدهم وعن آرائهم وعن بعض تقاليدهم وعن بعض ما ألفوه وفهموه. وهي مسألة أيضا يعني مسألة كل الصعبة. الثورات تأتي فتفرض أشياء من فوق ما تتصل بعقائد الناس، ابقى على دينك، مارس ديانتك ممارسة فردية، ما يعنيني منك، صلي صم، إنما اترك لي الوضع الاجتماعي لأكيف بالشكل الذي يتلائم ووضعية الناس المتطورة، بالشكل الذي يخدم الحياة. لا يعنيني أن تتبنى الإيمان أو تتبنى الإلحاد، لا يعنيني أن تكون مؤمنا مسلما أو تكون مسيحيا أو تكون بوذيا أو هندوسيا في داخلك في عمق وجدانك، هاي مسألة ما تعنيني. إنما الذي يعنيني أنك لا تعارض، لا تقف، لا تتآمر على ما أضع من برامج إصلاحي.
الحقيقة هذا مطلب أيسر من المطلب الذي يريد الإسلام. الإسلام يضع أمامك خط فاصل بين الانتماء إلى وبين الوقوف ضده، وإن كان قلنا الكتابيين خاصة الإسلام يقف منهم موقفا يختلف بمقدار ما، وإن كان يطلب منهم الخضوع السياسي الكامل. هذه المسألة في الحقيقة لما طرحها الإسلام لأول وهلة هزت الناس هزا عميقا، طبعا هزت الناس، أقامت الناس وما أقعدتهم. ومن هنا تشوف النبي صلى الله عليه وآله مكث 13 عاما في مكة يقاوم بضراوة، يقاوم بعنف، وما استطاع أن يكسب من الناس على هالمستوى إلا عدد محدود لا يتناسب مع المدى الزمني الذي قطعه النبي دائبا مستمرا يطرح فكرته بقوة وما يترك مجال من المجالات إلا ويستثمره. 13 عاما يشتغل محمد صلى الله عليه وآله لطرح فكر الثورة الإسلامية على المجتمع وما يجاوب إياه إلا عدد محدود من الناس، مرفوض رفضا كاملا. لما؟ لأنه المسألة تتصل بأقدس المقدسات، عقيدتهم بالألوهية يبدلها ويضع مكانها عقيدة جديدة، نظرتهم للكون وتفسيرهم إلى يبدل ويضع تفسير جديد للكون للحياة، تفسيرهم للتاريخ وأساطيرهم وخرافاتهم الإسلام يطرح تفسير بديل إلى تنظيمهم الاجتماعي يقلب رأس على عقب، زعاماتهم يطيح بها إلى غير ذلك من الأوضاع، يعني وضع جديد 100%. فقاوموه مقاومة عنيفة حتى إذا استطاع الإسلام في مكة في المدينة أن يجد أرضا صالحة. وطبعا صلاح هذه الأرضية إلى عوامل مختلفة، هناك عوامل يذكرها المؤرخون جعلت أهل المدينة أكثر استجابة أكثر تفهما للرسالة الإسلامية ولمعنى النبوة ولمعنى الدين من أهل مكة. من هذه الأسباب وجود جاليات من أهل الكتاب، تجمعات من أهل الكتاب بخاصة اليهود. وطبعا لدى هذه الجاليات أو لدى هذه التجمعات أفكار دينية، الله والآخرة اليوم الآخر وفكرة النبوة وفكرة الآخرة مجلات بشكل يختلف عن الفكر الجاهلي. ثم فوق هذا وذاك أكو همسات تدور بين الأحبار والرهبان والكهنة بوجود نبي سيبعث في آخر الزمن أو هو قد قرب زمنه فيما يتهامس به الكتابيون، وأن هذا النبي سيبعث من بني عمكم، هكذا النص الذي يورد في التوراة من بني عمكم، وأنه سيخرج في جبل فاران في جبل الحجاز. وطبعا عدة نصوص ما زالت موجودة في التوراة يقف عدها الإنسان فلا يرى أنها تنطبق على غير رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وما زالت نصوص في الإنجيل ما زالت حتى الآن موجودة لا تنطبق أيضا كبشارة دينية إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله. كذلك يمكن أن يقف الإنسان عند آية في القرآن الكريم، هذه الآية تقول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا لديهم في التوراة والإنجيل، وما أنكروا ذلك ولا قالوا أين هذه الكتابة يا محمد، يعني كان بإمكانهم، بإمكان حاخامات اليهود، بإمكان أحبار النصارى، وهذه آية، هذه الآية تقول أن ثمة بشارة وثمة نبوءة توجد في كتبهم ببعثة محمد صلى الله عليه وآله، كان بإمكان أي واحد منهم ويقول يا محمد أنت تدعي أنك نبي وتدعي أن هذا الكتاب موحى من قبل الله وتزعم أن في كتبنا بشارة ببعثتك فهاتها،
أرنا إياها، هذه كتبنا فدلنا على موضع هذه البشارة، وإلا أنت كما يشهد كل أتباعك معنى ذلك أنك تفتري على كتبنا. هذه مسألة واردة 100%، غير أن أحدا لا من الحاخامات ولا من أحبار النصارى تقدم ليقول مثل هذه المقالة. طبعا هي وحتها كافية لتثبت أن بشارة على هذه المستوى كانت موجودة بالفعل، وكان محمد صلى الله عليه وآله رغم أن الكتاب العهد القديم والعهد الجديد لم يترجم إلى اللغة العربية، رغم ذلك كان الحاخامات وكان الأحبار يدركون قدرة محمد على وضع إصبعه على مثل هذه البشارة. مسألة صريحة. وطبعا حتى الآن ما تجد واحد، الغريب من المستشرقين والمبشرين رغم محاولاتهم التبشيرية الغريبة التي طرحوا بها، يعني حاولوا فيها المستحيل وألصقوا الوصمات وافتروا افتراء كبيرا لا صلة له بالواقع، مع ذلك ما أشاروا إلى هذه القضية. انظروا أيها المسلمون، تزعمون أن هذا نبي وهذا كتاب منزل من قبل الله، يزعم أن بشارة باسمه موجودة في كتبنا، هذه كتبنا ترجمت إلى العربية، ابحثوا فيها. حقيقة بحثنا فيها فوجدنا في التوراة ووجدنا في الإنجيل آيات تبشر ببعثة نبي صلى الله عليه وآله، وفي أرض العرب وفي الحجاز خاصة وفي جبل فاران، في الجبل خاصة. وطبعا النبي صلى الله عليه وآله أين نزل عليه الوحي؟ نزل عليه الوحي في غار حراء، وهذا الغار واقع ضمن جبل في الحجاز. فتشخيص دقيق، عبارة من بني عمكم حين ترد في التوراة تشخيص دقيق لقومية النبي أيضا. فإذا في الحقيقة هذه الهمسات مضافا إلى عدم غرابة الفكر الديني، مضافا إلى عوامل اجتماعية منها الصراع المميت الذي استمر 120 سنة بين الأوس والخزرج، كانت من العوامل المساعدة لسرعة استجابة أهل المدينة لدعوة النبي صلى الله عليه وآله بينما وقف ضدها المكيون. طبعا هناك عوامل أخرى لسنا بصدد الحديث عنها. هنا النبي صلى الله عليه وآله وفي المدينة، وطبعا المدينة أسلمت بادئ بدء أو أسلم الكثير منها على يد مصعب ابن عمير الصحابي الشاب الذي ترك ثراء أو أرستقراطيته وناضل نضال مستميت بسبيل الإسلام، بحيث أن النبي رآه ذات يوم وعليه ثوب رث فدمعت عيناه وقال لقد رأيت هذا الشاب وهو من أنظر شباب قريش ومن أكثرهم ثراء ورفاها ونعمة، مضمون الحديث، وها هو كما ترون. كل هذا ترك بسبيل عقيدته. هذا الشاب الذي قلنا ناضل على مستوى رائع، استطاع بقناعته الفهمة باستيعاب لمبادئ الثورة الجديدة، استطاع أن ينقل أهل المدينة نقلة سريعة جدا، بحيث أن الفترة التي مكثها بين ظهرانيهم قدر بها يزرع الإسلام في كل بيت. وجاء للنبي صلى الله عليه وآله في موسم الحج في بيعة العقبة الثانية ومعه 76 من نقباء الأنصار. بالطبع هذا انتصار رائع، وبايعوه للنبي صلى الله عليه وآله على أن يدفعون عنه، على أن يدفعوا عنه مما يدفعون به عن أنفسهم وعن أهليهم وعن أموالهم. ودخل النبي المدينة وما مكث النبي إلا قليلا حتى دول المدينة، دولها، جعلها دولة. الحقيقة هذا شيء ما كان يقع في حسبانهم، كان يقع في حسبانهم أن النبي داعية ديني، ومعنى ذلك أن رسالته ستقتصر على الحدود الروحية،
وعلى الحدود العقائدية وعلى تنظيم علاقة الإنسان بربه. هذه هي حدود الديانات، هذه هي الديانة كما أبصرناها لدى المسيحيين، وهذه هي الديانة كما أبصرناها لدى اليهود، وهذه هي الديانة كما أبصرناها لدى غيرهم، لدى المجوس، كما أبصرناها لدى الهنود، كما أبصرناها لدى البوذيين إلى آخره. هذه هي الديانة كما أبصرها الناس. أما النبي يأتي وما يتمر عليه إلا مدة قليلة فيدول مجتمع ويضع، يكتب الصحيفة، ينقلها ابن إسحاق في السيرة الذي تسمى الآن سيرة ابن هشام، لخصها ابن هشام، وهي أقدم مصدر تاريخي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، أقدم المصادر على الإطلاق. الطبري يأخذ عنها وأقدم المؤرخين يأخذ عنها. سيرة ابن إسحاق فيها الصحيفة كتبها النبي لدى دخوله المدينة، الصحيفة تكاد تشبه دستورا أساسيا، يضع الخطوط العامة لتنظيم علاقات المسلمين في الداخل، ثم علاقات المسلمين مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى، مع القبائل المحيطة بهم. ثم هذا الدستور يضع أساسا جديدا لأول مرة، لأول مرة ربما في تاريخ البشرية كلها، أنه يلغي كل الروابط الاجتماعية التي تقوم عليها وحدة الناس، ويلغي الوحدة القبلية التي كانت تفرض وحدة المجتمع العربي في الجزيرة، في المدينة، في مكة، وتشظيهم قبائل وعشائر متنافرة يضرب بعضها بعضا، ويضع وحدة تقوم على أساس الفكرة، العقيدة، الإيمان. إنما المؤمنون إخوة، المسلمون أمة واحدة، وهم يد على من سواهم. وهاي النبي عالج بها مشاكل كانت قائمة آنذاك. بحسبك أن بوضع هذا الأساس الذي دمج به القبائل المختلفة انتهى النزاع الذي كان قائما بين الأوس والخزرج. كان الأوس يرون أنفسهم وحدة قبلية ولها زعماءها، وكان الخزرج يرون أنفسهم وحدة قبلية ولها زعماءها، وكانوا يتصارعون على النفوذ، ويتصارعون بسبيل يعني فرض كل قبيلة لنفسها، تنازع السيادة. جاء الإسلام وألغى زعاماتهم، والزعامة تركزت بشخص النبي، الزعامة الروحية والزعامة الاجتماعية. وبعدئذ أصبح الرابط بين الناس ليس الانتساب القبلي، وإنما الانتساب إلى الدين. ومن هنا انتهى العداء القائم الذي استمر 120 سنة، ذهب عليه جيل ونشأ عليه جيل. هذه من المنن التي سجلها الله تبارك وتعالى على المسلمين آنذاك. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة سجلها أن الناس عاشت عهد صفاء ومحبة وتعاون. النبي صلى الله عليه وآله لما دول المدينة وضع لها حدود سياسية، حدود جغرافية، وعلى أساس هذا أو انطلاقا من هذا، ومن أساس ذكرناه سابقا أن الحرب تشرع عندما تمس المصلحة البشرية إلى إنشاء وضع جديد، إلى إيجاد ثورة جديدة. طبعا تطرح أفكارها طرحا سلميا بادئ بدء، ويدعو الإنسان إلى هذه المبادئ وإلى هذه الأفكار بالأساليب المعروفة، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بوسائل الإقناع. فإذا فشلت وسائل الإقناع ووقف الطغاة والمتنفذون وأصحاب المصالح ومن يحتاشون على امتصاص دماء الناس وعلى حساب كرامات الناس، ووقفوا سدا أمام التغيير، ماكو شارة إلا أن تشن الحرب عليهم. فإذا من هذا المنطلق، ومن منطلق أن النبي يريد إنشاء وضع جديد،
كان التحرك الذي عارض عير قريش، وكان سببا للاصطدام المسلح لأول مرة بين النبي وبين قريش في حرب بدر. هذه المسألة بالحقيقة بالطبع نشأت منها مشاكل كثيرة. النبي ما اكتفى بهالحدود، بعد بهالحدود هذه يعني حدود المدينة جماعته حتى الآن ما تجاوزوا يعني مئات معدودة. بدأ يكتب النبي كتبا ورسائل لمن؟ إلى كسرى إمبراطور فارس، إلى قيصر إمبراطور الرومان، إلى هرقل، إلى النجاشي المقوقس، إلى المقوقس، إلى النجاشي، إلى غيرهم، إلى ملوك الغساسنة. بدأ يكتب لهم رسائل وبلهجة حاسمة وقوية تأتي من فوق، مو كأنه يعني إنسان ما يملك من الأعوان إلا عددا قليلا، مو كأن الجزيرة العربية بل الأمة العربية في وضعها المتخلف ذاك كانت لا تشكل شيئا إزاء القوة الرومانية الجبارة، وما تشكل شيئا إزاء الإمبراطورية الفارسية آنذاك. الغساسنة خاضعون للرومان، المناذرة خاضعون للفرس، الجزيرة تعيش في حكم يعني ما فيها حكم مركزي، تعيش بشكل قبلي بدائي متخلف. والنبي لأول مرة وبحدود مدينة بحدود يثرب يكتب رسائل إلى كسرى عظيم فارس، أما بعد السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فاسلم تسلم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، أما بعد فاسلم تسلم. عجيب، غير لهجة حاسمة ونارية. يسلم من ماذا؟ يتقي ماذا؟ يخاف من ماذا؟ يعني فالثقة بقوته لا متناهية، ثقة بموقع الفكري وموقع قوته الشخصية، قوة إيمانه، قوة رسالته غير متناهية. تسلم من عذاب الآخرة، هذا هو المقصود. حسنا، النبي لم يستعمل يعني كتابا، او بالحقيقة لم يستعمل اسلوبا دبلوماسيا يعني رقيقة، كأي شخص يريد طرح فكرة جديدة اقناع الاخرين بها، بسطها، حديث، مدح، غير ذلك من الامور، بيان ما تعود به هذه الفكرة من صالح على البشرية وعليه وعلى المجتمع وعلى العالم، ماكو هالشكل. اسلم تسلم، مثل هذه العبارة يواجه قيصر، مثل هذه العبارة يواجه المقوقس والنجاشي. منين هاي القوة يستمدها محمد صلى الله عليه وسلم؟ كان محمد أو يمكن أن يكون حتى مع غض النظر عن كونه نبيا، مع غض النظر عن صلته بالله، هل يمكن أن يكون قائد من عيار محمد وثائر من عيار محمد صلى الله عليه وآله، يكون شخصا سيء التقدير، سيء الفهم للوضع العالمي والوضع الاجتماعي، سيء الفهم لوضع نفسيات الملوك، نفسيات الأباطرة، رجل جبار طاغية مستبد بمستوى كسرى أو مستوى قيصر يخاطب هذا الخطاب يجن؟ لكن النبي لا يبالي أن يجن هذا الرجل. الإسلام جاي، ثورة تمشي مع التاريخ، تمشي مع إرادة الله تبارك وتعالى، تمشي مع توق الإنسان، مع تطلع الإنسان، مع حاجة الإنسان، والنبي واثق أن هذه الفكرة بمجرد أن تتضح للناس، ومجرد أن تومض بإشعاعاتها إبضوءها، ومجرد أن يهتدي الناس أن يعشوا إليها، لا يصبح لكسرى وجود ولا يصبح لقيصر وجود. وهي قالها النبي بثقة، قالها النبي بثقة قبل أن تبدو علامة، أية علامة للانتصار آنذاك. قالها النبي وأصحابه يعذبون في مكة، وخباب يشكو إليه آلام التعذيب، أما والله ليظهرن الله هذا الأمر حتى يركب الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
قالها وهو يحفر الخندق: لقد برقت لي برقة فرأيت قصور كسرى وأخبرني جبرائيل أن أمتي ستظهر عليه. هذا مسبوق بها، هاي على أساس غيبي ممكن، على أساس رؤية إنسان ثائر ذو بصر ثوري حاد يفهم قوانين المجتمع ويفهم اتجاهاته ويفهم وضع هاي الإمبراطوريات المهترئة المتحللة اللي دي تعاني شيخوخة وتعاني هرم وتعاني حالة احتضار. البارحة اتكلمنا عن النظرية الدورية، ها، وقلنا ان الحضارات وان الدول في نظر بعض المفكرين تمر بحالة شيخوخة، فهل كان يبصر النبي هذه الدول وهي في حالة النزع وفي حالة الشيخوخة؟ وهل كان النبي يرى في شخصه الرجل الذي سيجهز عليها ويشكل البديل لها؟ هذا هو ما حدث، وما حدث في مدة لا تتجاوز ربع قرن، يعني مدة في الحقيقة هائلة ما تدخل في حساب أي ثورة من الثورات. هذه الأوضاع كلها أوجدت مشاكل، مشاكل في الداخل ومشاكل في الخارج. مشاكل في الداخل كما تعاني أي ثورة من الثورات في الدنيا أمس واليوم وغدا، كل تغيير اجتماعي يواجه مشاكل في الداخل. منين المشاكل تأتي؟ تأتي المشاكل من أن الثورة في الحقيقة لا يتبناها غالبا إلا الطليعة، وحتى الذين يتبنونها بادئ بدء ويقتنعون بها قناعاتهم تختلف، مديات هذه القناعة تختلف، استيعابهم لفكرها يختلف، مدى التزامهم وتمثلهم إلها يختلف. الحقيقة اش كثر عند الإنسان استعداد أن يبذل بسبيل فكرة يقتنع بها؟ أكو واحد عنده استعداد يبذل روحه وماله وكل شيء، وأكو واحد الحقيقة عنده استعداد أن يحكي بس، وواحد عنده استعداد أن يمشي لكن دون الموت، يعني إذا وصلت الخطوة إلى الموت يتراجع، ما أستطيع أن أبلغ هذا المدى، وواحد يمشي بشرط أن ما تمس مصالحه. زين، يعني كل واحد إلى مدى معين. أكو ناس مستعدين يذهبون إلى أبعد مدى، وأكو واحد ما يبذل أي شيء. قابل حقيقة فكرة جميلة، حقيقة هذا شيء رائع، يا ليت يصير، لكن أنا ما مستعد أقدم شيئا أي شيء. الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت به معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. محك النضال، محك الجهاد، محك الإفلام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. هناك محاك للاختبار حتى يتبين به معدن الإنسان المؤمن ومعدن الإنسان الذي يحتضن المبادئ احتضان حقيقي، والذي هذا الذي علاقته بها علاقة مصلحية. هذه المشاكل واجهها الإسلام كأي ثورة من الثورات جاءت لتغير تغييرا شاملا، مستويات مختلفة. ولذلك النبي بصف ناس عمالقة، علي ابن أبي طالب عليه السلام، مصعب ابن عمير رضوان الله عليه، حمزة ابن عبد المطلب، عمار ابن ياسر، المقداد، جماعة ما يعدون هواية الحقيقة، ناس مؤمنين صنعهم صهرهم النبي بروحه، صهرهم بمبادئه، استحوذ الإسلام على عقولهم وعلى مشاعرهم. وأكو ناس في الحقيقة النبي ابتلى وياهم، يعني النبي ما أكثر ما ذهب ليقول أدعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، يعني ما أكثر ما انتكس الناس في تعاملهم، وما انتكس الناس في أفكارهم، وما انتكس الناس في بعض أوضاعهم، والنبي يأتي راكضا ليصحح هذه الأوضاع ويقلهم أدعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم. في فترة من الفترات وسط تحريض يهودي خبيث أمسك الخزرج والأوس سيوفهم، كادت المعركة أن تنشب بينهم في مسجد رسول الله،
لأنه هذا اليهودي الخبيث حرضهم وذكرهم بالمهاجات التي كانت قائمة بينهم أيام الجاهلية. فهرع النبي إليهم وقال: دعوها إنها منتنة، أدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ مو بس هذا المثل، أمثلة كثيرة هواية تدل على تفاوت مستويات المسلمين، وهذه مسألة طبيعية، مو انتقاص من قدر المسلمين، مسألة طبيعية. إنسان لصق بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه منذ البدء، إنسان عنده عقل مدرك ومستوعب، إنسان هو بطبيعته شجاع ويعني عنده كفاءات قيادية، وإنسان ما يملك هاي المواهب. واحد يسلم ويجلس مع النبي ساعة، واحد ملازمة العمر كله. ناس كانوا يسلمون ثم يذهبون إلى أعمالهم، ما تنتظر منهم أن يتقولبوا، أن يتكيفوا، أن يتمثلوا الفكر الجديد مرة واحدة. ومن هنا كانت المشاكل في الداخل كثيرة، يعني كانت عمليات التناقض دائمة، كان الاصطدام دائم، حتى بعض المستويات الرفيعة جدا كان يحدث عندها هبوط أحيانا. مرة النبي شهد بلال الحبشي وأباذر الغفاري يتلاحيان ويتشاجران، ووصل إلى درجة الغضب، وعند وصولهما إلى الغضب خرجت كلمة من أبيذر قائلا لبلال: يا ابن السوداء، بغضب. يا ابن السوداء كلمة بالطبع انت لا ترى فيها شيئا، النبي يرى فيها انتكاسة، النبي يرى فيها انحرافا خطيرا، النبي فيها يرى فيها في الحقيقة نقصا في تكوين أبيذر. ماكو أسود، ماكو أبيض، ماكو سوداء، ماكو بيضاء، ليس السواد ولا البياض ولا الحمرة ولا الصفرة تشكل فوارق بين الناس وبين الجماعات. هذه إلى ألوان مسائل تتحكم بها الظروف الجغرافية، يتحكم بها وضع الإنسان ومنطقته، ما بها أي دلالة على الإنسان الذي يكمن في داخله، في جوهره. جوهر الإنسان وراء الجسم، وجوهر الإنسان وراء البدن، وجوهر الإنسان وراء كل هذه الأشياء شيء في داخله، ضميرة، وجدانة، عقلة، خلقة، تعاملة، إيمانة، هذه هي قيمته، تتشكل من هنا. من هنا النبي احتبر كلمة يا ابن السوداء معناه أن السواد عيب، أن السواد منقصة، وهذه رواسب جاهلية، هذا فكر قديم، فكر رجعي الإسلام شطب عليه وسحق عليه وداسه وتخطط البشرية منذ جاء محمد صلى الله عليه وآله. وإذا أبو ذر الآن ما يزال رجعيا، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يلتفت إليه ويقول: يا أبا ذر طف الصاع، ويكررها ثلاثا: طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل. بزجر وبغضب حقيقة، ممكن أبو ذر يعتذر، وممكن المسألة تنتهي هذا، وممكن النبي صلى الله عليه وآله ما يعامل أبا ذر بهذا الشكل الحاد، لكن النبي جاي يريد يبني. والإنسان عندما يريد يجي يبني ثورة ويبني وجود جديد لأول مرة، يجب أن يكون حاسما حادا بهذا الشكل حتى يقضي على كل إمكانية لتحرك مضاد، على بس مسجد لما يمر به يجمع ثيابه. النبي يسجل هالمفارقة هاي، يعتبرها عملية انتكاس وانحرار، ويقول له: لماذا جمعت ملابسك؟ ها؟ لماذا تجمعها؟ أخشيت أن يلصق فقره بغناك؟ تأنيب رهيب، يعني الحقيقة الرجل تهاوى أمام هذه الكلمة، خطأ كبير ارتكب بشكل لا شعوري، مو بيده. هاي تربية 50 سنة، هاي تربية 30 سنة، ما أعرف عمره بذيك الفترة شكثه. هاي تربية عاشها بالمجتمع الجاهلي القديم، يوم كان الناس يمتازون فيه على أساس المال، يمتازون فيه على أساس النسب، يمتازون فيه على أساس النفوذ، مو امتيازا يعني في الموقع الاجتماعي، لا، حتى امتيازا إنسانيا، ذولاك طبقة وذولا طبقة، ذولا بشر وهؤلاء بشر. ولذلك يعني الأرستقراطيين في البداية وزعماء مكة
قالوا له للنبي ما يمنعنا من اتباعك الحقيقة إلا أن الصعاليك والفقراء اتبعوك، ولذلك إذا طردتهم وأبعدتهم عنك إحنا نتبعك، ما عندنا مانع، ما نقدر إحنا نعيش صف في صف واحد مع هؤلاء الصعالي. وهي هي مقولة الأرستقراطيين في كل زمان بالنسبة للأنبياء: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي. ما نشوفه اتبعك إلا الفقراء والأراذل. وطلبوا من النبي أن يكون، يعني بعد تنازل الحقيقة، أن يكون لهم يوم وللفقراء يوم، خباب وصهيب وغيره خلي لهم يوم وإن يوم. ما يصير إحنا وذول العبدان وذول الناس الذي ما إلهم قيمة وإحنا سادة قريش وكبراءها نجلس على صعيد واحد. هذه في الحقيقة النبي لما يريد يلغيها يجب أن يكون حاسما وحادا. لذلك بس هذا شاف هذا الرجل تصرف تصرف يمكن ما مقصود، يمكن بأثر التربية السابقة، بأثر الفكر السابق، النبي أنبى بشدة، بحيث أن الرجل في الحقيقة ما وجد شيئا يحتذر به حتى جاء أمام النبي صلى الله عليه وآله يعرض على هذا المسلم الفقير الذي أساء إليه أن يشاطره أمواله. وهذا موقف موقف رائع جدا من عنده، يعني تراجع رائع، معناه هذا الشخص مؤمن كان أيضا على درجة ممتازة من الإيمان. هاي مشاكل موجودة في الداخل. طبعا أكو أعمق منها جدا، أعمق منها أن ثمة تحركات متآمرة تتنسق في الداخل، رؤوس الزعامات المضروبة، المصالح المضروبة، المجتمع المنهار القديم، أقطاب كلهم دي يشتغلون في الداخل ويقومون بتحرك خفي لإيجاد ما يسمى بالثورة المضادة المقابلة، لينتقضوا متى سنحت الفرص ينتقضوا على الثورة الإسلامية. إذا لم يكن هذا الانتقاض يجتث الأسس، على الأقل يجتث الأثر الاجتماعي، على الأقل يجتث الآثار التي أثرت على مصالحهم، هذا على الأقل يمكن أن يكون. وكانت هذه التحركات منسقة، وكان النبي يبصر خيوطها ويحذر منها، والقرآن الكريم صرخ بشكل صريح محذرا المسلمين: احذروا أيها الناس، احذروا على إسلامكم، احذروا على ثورتكم، احذروا على صالحكم، على النظام الذي إجا لإنقاذكم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طبعا هذا الانقلاب على الأعقاب ده يجي من جهة معينة، جهة مو من مصلحة خباب الانقلاب، مو من مصلحة بلاد، مو من مصلحة صهيب، مو من مصلحة عمار، إنما من مصلحة أبي سفيان قطعا، من مصلحة الرؤوس التي كانت متحكمة في الجاهلية ففقدت وجودها ونزلت من أعلى الهرم إلى قاعدته. هذا من مصلحة أن يتحرك. ولذلك تشوف، يعني ترى أبا سفيان حين بويا الخليفة أبو بكر إجا علي بن أبي طالب قال: يا بني هاشم أين أنتم، أين أنتم، كيف تذهب خلافة النبي إلى أذل قبيل في قريش، لو شئت لأملأنها عليه خيلا ورجلا. تصور أبو سفيان هو حريص على أن يجي علي بن أبي طالب، وهو يعرف أن عليا امتدادا، علي يعني يعتبر الامتداد الحقيقي للنبي فكرا ومشاعرا وسلوكا وتعاملا ومنظورا، وما يمكن يهبط مقدار شعرة عن المستوى الذي ساس النبي فيه الناس. وهذا أنكى لقلب أبي سفيان، وهذا قتل وسحق لأبي سفيان. لكن أبا سفيان أراد أن يستغل الأوضاع، يريد يشطر المسلمين، يريد يخلي علي يعني يتقبل هذا الوضع فينساق في معارضة لأبي بكر. وطبعا الخليفة أبو بكر أيضا سيقاوم هذه المعارضة، فينشطر المسلمون فيفسح المجال لقوى الردة ويفسح المجال للثورة المضادة. طبعا الثورة المضادة وجدت بالفعل الآن، لكن على الأقل عند سكوت الإمام علي بن أبي طالب
وعن تعاون بالشكل الذي تفرض الظروف الموضوعية سيقلل من عنفها، سيقلل من أبعادها. الخليفة أبو بكر لا ينتمي لتلك الفئات التي قامت على إيجاد الثورة المضادة وتريد تصل بها إلى أقصى بعد. من هنا يمكن أن يقف عند أبعاد معينة، وعندما يسكت الإمام ويتعاون وإياه سيطوق هذه الثورة المضادة، سيطوقها بمقدار ما على الأقل، سيمنع آثارها الرهيبة التي يمكن أن تصل إلى مستوى الردة. وهذا هو الذي جعل الإمام يسكت وجعل الإمام يتقبل ذلك الواقع. والإمام شرح لنا هذا في أكثر من كلمة من كلماته وفي أكثر من خطبة من خطبة، ولعل الشقشقية هي أطول وأبلغ خطبة شرحت هذا الوضع. فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى أولى. والأولوية جاية أنه يحفظ للمسلمين كيانهم ويحفظ للمسلمين وحدتهم ويحتفظ من الإسلام بأكبر قدر ممكن ضمن هذه الأوضاع. بالطبع الثورة المضادة بدأت تشتغل في عهد الخليفة أبي بكر لا سيما، وقد مهدت لها بعض الأوضاع في الحقيقة. بدأت تتحرك، أبو سفيان يتحرك، الأمويون يتحركون، وبلغت عمقا رهيبا عندما تلقى معاوية لأول مرة الولاية على الشام الكبرى. يعني معاوية طليق ما أسلم إلا عند الفتح من الطلقاء، موقفه وموقف أبي سفيان المعادي بعنف للإسلام حتى دخل مرغما، مسألة لا يكتمها التاريخ كاتبها بحروف عريضة. حسنا، موقف معاوية معروف جدا، ما ندري كيف يتخطى صلحاء المسلمين وزعماءهم الكبار وأصحاب الكفاءة بهم ويولى معاوية. حقيقة اجتهادات معينة ما نعرف ظروفها تمكنت الردة هنا، ووجدت إلها قطب سياسي كبير هو معاوية. استطاع أن يتمرد بعدئذ على الإمام علي بن أبي طالب ويعارضه وينقض الأمور عليه، ثم استطاع بعدئذ أن يسيطر على الدولة الإسلامية وتبدأ الردة بكل عنفها وبكل أبعادها. طبعا نقصد بالردة تحت مستوى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الإسلام، لكنه البعد الاجتماعي للإسلام، البعد الروحي للإسلام، الأهداف الحقيقية التي تعالج الإنسان من داخله ومن خارجه، هذه هي اللي راحت. لما نقول ردة نقصد هذا المعنى، ما نقصد ردة معناه أصبح الإنسان كافرا. أيضا الإسلام يواجه مقاومة من الخارج، ما من شك كل ثورة توجد تغييرا حقيقيا لمصلحة الإنسان، توجد تبديلا في الأوضاع يتفق وما يطمح إليه أغلب الناس، ما يحيطها من المجتمعات، ما يحيطها من الدول يخشاها يخافها، لأن الاحتكاك الحضاري بين مجتمع هذه الدولة ومجتمع تلك إلى أثر على مقومات تلك الدولة نفسها. ومن هنا ترى أن الرومان أن الفرس حقيقة بدأوا يحسبون حسابا لرسول الله محمد. صحيح محمد ما زال حتى الآن يقف عند حدود الجزيرة، لكن فكر محمد بدأ يتسرب، الكيفية الذي أنشأها، الوضع الاجتماعي الذي أوجد، النموذج الإنساني الذي صاغه بدأ يغزو قلوب الناس. الناس ده تتناقل حقيقة، وسائل إيصال ووسائل إعلام وكتب وصحافة وراديو ما موجود، لكن الإنسان ناقل حضاري. يعني إذا يذكرون أن الحضارة تنقل بوسائل مختلفة من جملتها الإنسان، ولذلك يعتبرون الغريب ناقل حضاري مهم. ومن هنا بعض المجتمعات الجامدة والمتزمتة تغلق أسوارها، ما تخلي غريب يدخل لها، ممنوع الدخول. ليش ممنوع الدخول؟ لأن كل شخص غريب يحمل فكرا جديدة وخاف يطرح هذا الفكر الجديد وتنمو هذه البذرة. من هنا يجب أن يغلق هذا المجتمع على أفكاره،
يجب أن لا يبصر ما وراء الأسواق، يجب أن لا يبصر إنسانا جديدا ولا فكرا جديدا ولا رأيا جديدا. ومعاوية كان جدا واعي لهذه القضية، لذلك يطلب لابن يزيد يقول له بالنسبة لأهل الشام يوصي برعايتهم وحمايتهم والاعتماد عليهم، ويقول له إذا غزيت بهم مكان لا تخليهم يمكثون هواية، لا تخليهم يمكثون هواية ويتصلون بالناس، أخشى أن يتخلقوا بغير أخلاقهم، خاف يتصلون بالناس الآخرين ويتلقفون منهم أفكار جديدة. كان واعي جدا، لأنه واضع لهم هو إطار معين خلاهم ينظرون أن معاوية هو الذي يحكس لهم الإسلام ويحكس لهم الدين ويحكس لهم المصالح وغير ذلك، واعي جدا لهذه القضية. فإذا الدولة الرومانية وغيرها كانت تحسب حساب لمحمد، ومن هنا الجيش العرمرم الهائل الذي يعني قابل المسلمين، وبدأ الاصطدام في الحقيقة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل النبي زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر الطيار ليقودوا جيشا يقاتل الرومان. وقف المسلمون هناك ببطولة هائلة. هاي كلها مشاكل مضافا إلى المشاكل الفردية والمشاكل الشخصية. أو طبعا المسلمين كأي مسلم حتى في هذا العصر، ورغم أن الإسلام أصبح أوضح في أذهان الناس، ورغم أن المكتبات تعوج بما يوضح رأي الإسلام في كثير من القضايا، حتى الآن يلجأ المسلمون إلى أسباب في معالجة بعض مشاكلهم لم يجعلها الإسلام في الحقيقة طريقا لعلاج هذه المشاكل. خاف نذكر أمثلة، وخاف البعض يعتبرها خروج على المفاهيم والتقاليد السائدة. يعني الحقيقة اللجوء إلى التعاويذ، اللجوء إلى الخرز، اللجوء إلى الأحجار، اللجوء إلى الخضرم والودع، يضع الإنسان شيئا كذا ليدفع به السوء، مسألة ما إلها أساس في فكر الدين نهائيا، ما إلها أساس أبدا. هناك أسباب طبيعية يجب أن تعالج بها مصائبك الشخصية. إذا كانت المصيبة من قبيل مرض، فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، اذهب والتمس الدواء. الله أوجد عوامل مرض، جراثيم، فيروسات، غيرها من الأسباب، والله أيضا أوجد ما يعالج به هذا المرض الذي سببته هذه الجراثيم، أوجد مواد حيوية، أوجد مضادات حيوية يمكن أن تقتل هذه الجراثيم وتخلصك من مضاعفاتها، أوجد الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء التي تعين مقاومتك الذاتية وتعين دفاعك الذاتي، إلجأ إليها. ما خلق الله داء إلا وأنزل له دواء. هل تعالج المرض في نظر الإسلام بتعويذة؟ هل يعالج المرض بتميمة؟ هل يعالج يعني تعالج بعض المشاكل بأن تضع الخضرم والودع أو تضع رأس حيوان على باب دارك؟ هاي هي المسألة المضحكة الغريبة الذي ما تزال موجودة، تخلينا سخرية أمام الناس وتخلينا شعب متخلف في نظر بعض الناس. أنا أقول أن للدعاء قيمة عظيمة جدا، يلجأ الإنسان لله، لجوء لله إلى أهمية البالغة، قراءة لدعاء، حمل لدعاء إلى أثر إلهام. أثر إلهام وين يكون؟ أثر روحي وأثر نفسي، يعطي للمقاومة الذاتية الداخلية قدرة على أن تقف بقوة وتقف بعناد أمام الغزو الخارجي للجرثوم، للميكروب، لعامل المرض. الله سبحانه وتعالى يوجد سببا، الله يسبب سببا لينقذك من هذه المشكلة بواسطة هذا الدعاء الذي يحرك وجدانك ويحرك ضميرك ويحرك إيمانك ويخليك تؤمن بالمساعدة الإلهية. عندئذ يوجد الله سببا، سببا طبيعيا من خلال تنبيه المقاومة الداخلية فتتغلب على المرض. وإذا الله ربط الأشياء بأسبابها الطبيعية
مرت علينا محاضرة في الأسباب الطبيعية والاجتماعية تحدثنا بها، وإن كنت أظن أني ما بلغت ما أريد من إيضاحها وما وفقت في بيان ما أريد منها. إذن هذه المسألة في الحقيقة يجب أن توضع في الحساب. الإسلام يأمرك أن تتعامل تعاملا علميا مع الواقع، مع إيمانك بالله ومع إيمانك بأن كل ما في الواقع من أمور تبلغ بك غاية معينة على صعيد مادي أو صعيد اجتماعي هي من تقدير الله، وهي من وضع الله، وهي تمثل إرادة الله. ومن هنا ما تقول أنت أستعين بالمادة، بالحقيقة وأنت تستعين بالمادة تستعين بالله، لأن هذه هي إرادة الله. الله أوجد جرثوم معين ثم أوجد مادة الانتبايتك حتى تقتل هذا الجرثوم، هاي يمثل إرادة الله وهذا يمثل إرادة الله. حين أمرض إذن أنا تحت وطأة جرثوم معين، هذا بتقدير الله وإرادته. كيف بتقدير الله وإرادته؟ الله أوجد هذا الجرثوم، فإذا ما تعرض له بشر فاقدا للمناعة قضى الله وقدر الله وأراد الله أن يسبب له هذا النوع من العارض المرضي. حسنا، هاي هي إرادة الله، عوامل أوجدها حتى توجد مسببات معينة. ألجأ إلى الطبيب فيشخص الطبيب المرض ويشخص الدواء، قضى الله بأن هذا الدواء وبأن الطبيب عندما يشخص المرض ويعطي الدواء اللازم، إرادة الله أن يتم التغلب على المرض ويتم الشفاء للإنسان. فإذا أنا دا أتعامل مع إرادة الله ومع قضاء أو مع قدرة، لكن بوسائل خلقها الله تبارك وتعالى. فالتعامل مع الله لا يتم من خلال وسائل متخلفة غريبة عما وضعه الله للطبيعة وعما وضعه الله للمجتمع، وإنما تتم من خلال فهم علمي، من خلال تعامل علمي، من خلال تعامل واقعي. هذا ما أراده الله وما أراده رسوله. أليس الإمام علي عليه السلام عندما جرح وضرب على رأسه أرسل على طبيب هو أثير الجراح؟ هل كان الإمام علي بن أبي طالب، أليس في حسبانك الإمام علي، أليس في تقديرك الإمام علي عليه السلام رجل يحيط بكثير من معارف زمنه، بل بكل معارف زمنه؟ أليس هذا ما تفترضه بالإمام؟ الإمام مع ذلك يتعامل مع الطب كما يتعامل أي شخص، يرسل على الطبيب ويفسح المجال لصاحب الاختصاص ويتعامل مع جرحة ومع مرضة لا من خلال الدعاء، وهو الإمام علي. لا أشك ما يشك مسلم أن رجلا بمستوى الإمام يمد إلى الله يدا فيطلب إليه شيئا، لا يرد. هذا الذي وهب الله كل شيء يطلب من الله طلبة فترد عليه؟ ما ممكن. مع ذلك الإمام ما لجأ للدعاء، أرسل على طبيب وبدأ يتعامل مع جرحة ومع مرضة تعامل علمي، ما حطها له حرز برقبته، وما لجأ إلى تميمة ولا حطها له خرزة، ولا لجأ إلى شيء من هذه الخرافات المبتدعة التي ينشرها المشعوذون والدجالون. اقرأ الدعاء، الدعاء مناخ، الدعاء عبادة من العبادات، الدعاء إلى بعد آخر، الدعاء وسيلة من الوسائل التي اتخذها أهل البيت لإيصال أفكارهم وإيصال آرائهم وإيصال مفاهيمهم في ظرف سياسي معين لم يجدوا فيه قدرة على الكلام في ظروف عادية، فبدأوا يفرغون أفكارهم عبر قوالب دعائية. هذا وسيلة من هذه الوسائل. إذن ما وجد للتمائم. من هنا وانت تقرأ دعاء ابي حمزة التمالي ماذا تجد؟ والله دعاء ابي حمزة التمالي يعني من اروع ما ترك اهل البيت، بل من اروع ما تركه التراث الاسلامي، ان التراث الفكري بعد القرآن الكريم وبعد ما ثبت من السنة النبوية وبعد نهج البلاغة إن لم يفقها قيمة، والصحيفة السجادية على هالمستوى،
ودعاء عرفة للحسين على هالمستوى، ودعاء كميل على هالمستوى، تراد فكري هائل. انت بناءك عريضة وللأسف، بناءك عريضة. وحين قل لك يستحب قراءة الدعاء ليلة الجمعة، تمد ايدك لتتلقى طلبات، تماما كما يكتب الانسان عريضة للحاكم ليلتمس منا اجابة طلبات معينة. هذا الفهم وهذا الوعي على الدعاء يخليك تغفل عن اغراض الفكرية، يخليك تغفل عن رسالته، لان ده تركز انت على الطلب الشخصي، على طلبات شخصية. فالتعامل اذا يجب ان يكون تعاملا علميا واعيا بصيرا. النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه يطلب منا ان نلجأ الى الوعي العلمي في هذه القضايا. لا يوردن ممرض على مصح، او لا يردن ممرض على مصح، او بالعكس. في الحقيقة الدعاء يعني النبي يطلب ان يعتزل الصحيح عن المريض، يعتزل اصحاب الحيوانات الصحيحة عن اصحاب الحيوانات المريضة، ويعتزل الانسان الصحيح عن الانسان المريض. لا تكلم المجذوم الا وبينك وبينه مقدار رمح. لما النبي ده يعترف الان بعامل عدوى وعامل مرضي، وده يعني النبي الان ده يقرر وجود عوامل خفية تنقل المرض، وهي العوامل على بعد معين من المريض تنتشر، وعندئذ يجب ان اتكلم وبينك وبين مقدار رمح. فهم علمي للاشياء مو معناه يعني ما تقول توكلت على الله وتأكل وياه، اعقلها وتوكل. واحد الحقيقة ترك ناقته على اساس انه توكل على الله، الله يحرسها، والنبي ماذا قال له؟ قال اعقلها وتوكل، اذهب وقيد ناقتك واحبسها واربطها كما يفعل العقلاء وكما يفعل الناس، وعندئذ توكل على الله. التوكل يأتي من خلال التعامل مع الأسباب الطبيعية للأشياء. نزلت الآية الكريمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الكسلاء من المسلمين حسبنا الله. خش شغلها، مسألة ما تحتاج إلى أي جهد إلى أي كد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكلنا على الله وجلسوا، وعندئذ قال لهم النبي ليس هكذا، ليست المسألة هكذا، وإنما التوكل أن تكونوا كالطيور. ها هي الطيور في الصباح تغدو ولا عمل لها، ليس هناك من عمل معين، ليس هناك من مصنع معين، ليس هناك من متجر معين، ليس هناك من مكتب معين. ها؟ تغدو خماصا متكلة على الله، ضاربة في هذا الوجود الطويل العريض فتعود بطانا. تغدو خماصا جائعة تعود بطانا. ومن هنا لما الله يعني أرادك أن تعمل وتشتغل، طلب لك أن تتحرك، لما أرادك أن تأكل وتخلص من الجوع وتنتهي من المخمصة، طلب منك أن تتحرك. امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. سعي وعمل وكد وكدح، واعتبر عملك عبادة تسجل لك. خاف تصور شغلك عن العبادة، لا، عملك نفسه عبادة. اذهب عملك نفسه جهاد. واستعينوا بالصبر والصلاة. هذول قلنا أصحاب المشاكل، قلنا مشاكل المسلمين تنبع من الداخل، طبيعة اختلاف المستويات، وهي مشاكل مختلفة. تنبع من الخارج من خوف المجتمعات الجامدة المهترئة من آثار الثورة وأفكارها وامتدادها ومفاهيمها والتغيير الذي أحدثته، وخوفا من أن يوجد ناقل حضاري يخلي الدولة الفارسية زمن كسرى والدولة الرومانية زمن قيصر تهتز. ومن هنا خافوا هم، وطبعا بدأوا يحسبون للإسلام حسابا، اعتبروه خطرا. ومشاكل شخصية، وين يروحون المسلمين؟ ماكو ملجأ غير النبي. يا رسول الله أنا عندي مشكلة، ادعي لي الله، ادعو لي الله أن يخلصني منها. يا رسول الله
آذان العذاب وآذان الاضطهاد، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ عجيب. إذا كانت المسألة تنتهي بالدعاء، عشان أنا قعدت النبي ببيتي ودعيت الله أن يغير الناس من حال إلى حال. المسألة ما تنتهي بالدعاء، مسألة تنتهي بنضال وجهاد وعمل ونشر لهذا الفكر وحماية. إلى من هنا النبي قالهم واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صبر، مقاومة، صبر إلى مفاهيم في الحقيقة، إلى مفهوم سلبي، معناه أنك تقف مكتوف اليد إزاء ما يقع عليك، إزاء ما يقع عليك من الدولة، إزاء ما يقع عليك من المجتمع، إزاء ما يقع عليك من الطبيعة، ما تقاوم، تستسلم استسلاما كاملا. لا ترد الشر بالشر، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، سلبية مطلقة. هذا النوع من الصبر وهذا النوع من الاستسلام الذي دعت إلى المسيحية الإسلام ما يتبنى. صبر سلبي، عدم مقاومة، ما يتبنى الإسلام ولا يرضى، ويعتبر الإنسان الذي يصبر وهو قادر على المقاومة مثل هذا الصبر مجرما يستحق العذاب. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. ليش ظالمين أنفسهم؟ ظالمين أنفسهم صابرين على الهوان، صابرين على الذل، صابرين على اغتصاب حقوقهم، صابرين على كتم أنفاسهم، صابرين على الاعتداء على مقدساتهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يا أخي ماكو دين يهدد واحد ضعيف وجبان ويقول له إذا ما تقدر تقاوم وما تقدر تغير فأرض الله واسعة، ما أسمح لك أن تبقى ذليل، ما أسمح لك أن تبقى مسلوب الكرامة ومسلوب الوجود ومسلوب الحرية. أي عظمة هذه، أي تكريم للإنسان هذا. هذا الإنسان ما يراعي روحه، الله ده يراعيك، أنت مو ملكك، مو ملك نفسك، أنت ملكي، وأنا كرمتك، ولقد كرمنا بني آدم، أنا مكرمك، ما أريد واحد يذلك. فإذا ديننا ما يطلب منا السلبية، ولذلك ظلم عجيب أن يأتي البعض فيتهم الديانات بصورة مطلقة لا يستثني حتى الإسلام، فيقول أنها مخدرة أو تدعو إلى التخدير أو أنها أفيون. بعض الديانات حقيقة هي مثل ما تقول هاي المقولة، لكن الإسلام الذي ما يسمح لك حتى أن تبقى ذليلا مع عدم القدرة، ما يمكن تقال بحق مثل هذه المقالة. ظلم أن إنسانا يعطي لنفسه قيمة ما يستثني هذا الدين العظيم الذي نقل البشرية نقلة عظيمة وهائلة. هناك نوع من الصبر إيجابي، يعني ماذا؟ مقاومة، مقاومة للذات، مقاومة لخارج الذات، للضغوط الخارجية، مقاومة لضغوط النفس وضغوط الذات الدنيا. وبالطبع هذه معناها يعني الإنسان وهو يريد أن يلتزم يعاني ضغوطا من ذاته. الذات ما تريد تلتزم، غرائزنا تريد تمشي جامحة مع رغباتها مع متطلباتها، نحن نقف بقوة أمامها، فيسموه هذا صبر على طاعة. نقاوم أيضا الفساد الخارجي، هذا هو رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، صبر عن معصية. طبعا أيضا الجانب السلبي من القضية الأولى، صبر على طاعة الجانب الإيجابي، صبر عن معصية هو الوجه السلبي للقضية، ما أضعف إزاء المعاصي، إزاء المغريات. حقك أيها الإنسان، أنت الله خلقك مبتلى، يعني الكائن الوحيد الذي خلقك مؤلفا من جانبين، عقل وروح ووجدان يمكن أن يسمو ويلتقي بعالم الروح وبعالم الملائكة، هو حيوان يتمثل هذا الحيوان في مجموعتك الغرائزية، في جانبك المادي شهوات وغرائز وميول حسية وغير ذلك.
وانت الوحيد الكائن الوحيد الذي تعاني صراع وانشقاق وانشطار، لا الملائكة الذين هم عقول مجردة يعانون هذا الانشطار، ولا الحيوانات الذين ينسجمون مع غرائزهم ولا يملكون جانبا عقليا يعانون هذا الانشطار، وانت الوحيد المسكين المنشطر. فمقاومتك لغرائزك وسموك مسألة يقدرها الله تبارك وتعالى لك ويسجلها لك، وهذا لعله وجه من الوجوه الذي رد الله به على الملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. مو كل الناس هالشكل، راح يجي بيهم واحد من عيار محمد، راح يجي بيهم واحد من وزن علي، راح يجي بيهم واحد من وزن الحسين، يبذل كل شيء، يقدم كل شيء، يسحق كل شيء بسبيل مرضاتي. راح توجد نماذج من هالقبيل، هذا كل شيء يتركه بسبيل الله، مجرد يناديه الواجب: الحسين يا أخي منزلته الاجتماعية مثل ما تعرف محفوظة، الحسين أصبح على عرش الإمبراطورية الإسلامية أو جلس يعني في مكانة، هو يحتل المركز الأول في قلوب المسلمين. ليس المهم أن يطأطئ الناس أعناقهم تحت وطأة السلاح، المهم قلوب الناس، عقول الناس. الحسين يحتل عقول الناس، قلوب الناس. إذا كان يزيد استطاع أن يطأطئ الأعناق أمام جبروتة، في الحقيقة هذه المسألة من فوق، وهي عرضة للانفجار، وهي عرضة للتمرد والرفض، وبالفعل حدث التمرد وحدث الرفض. والحسين يعيش في قلوب الناس وسيظل يعيش في قلوب الناس، مرت 1400 سنة وهو يعيش في قلوب الناس، وما نعرف إلى أي مدى الله يعلمه سيبقى الحسين يعيش في قلوب الناس. لما؟ لأنه الحسين في الحقيقة يعني أعطى وجودا للناس، الحسين أعطى وجود للدين، فما دام لهذا الدين وجود في قلوب الناس الحسين يرافقه، لأن هو ضحيته، هو جندي الأول، هو فدائي الذي استطاع أن يرسخ مبادئه ويجذرها في قلوب الناس، يجب أن يبقى ما بقيت هذه المبادئ. وهي مسألة كان يقدرها الحسين تقدير جيد، وكان يقدرها كل الثائرين من حوله: ثم لا تلبثون بعدي إلا كريث ما تركب الفرس فتدور بكم دوران الرحى. زينب تخاطب يزيد: يزيد فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا. يا لها من نبوءة غريبة، خطبة هاي يا أخي مروية في أكثر من مصدر وما يمكن أن يتزيد بها، زين، وبخاصة وهي نفس واحد وأسلوب واحد، وبذاك الوقت تقول لليزيد وهي أسيرة، وهي وأخواتها مربقات بالحبال، ورأس أخيها الحسين بين يدي يزيد يقلب ثناياه بمخصرته، ويزيد يشتمها، ومن حول بطانته أيضا تذلها، وزين العابدين الجامعة في عنقه والقيد في يديه ورجليه، وزينب تقف بهذه الجرأة: أظننت يا ابن الطلقاء حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ إذن أنت ما فاهم قوانين الله، إذن أنت ما فاهم كيف يقيم الله عباده، أنت ما فاهم كيف إذا أراد الله يكرم عبدا كيف يكرمه. أظننت يا ابن الطلقاء حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة؟ ثم قالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك إماءك وحرائرك، وسوقك بنات رسول الله سبايا قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن وأصحلت أصواتهن تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم، منثنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك تهتف بأشياخك فلتردا وشيكا موردهم. راح تذهب إلى نفس المصير الذي ذهبوا إليه: فلتردا وشيكا قريبا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت ولا تصرفت ما تصرفت،
ثم قالت يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك فوالله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا وهل جمعك إلا بدت وهل رأيك إلا فند والويل لك يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. كان لكلام زينب أثر رهيب في قلوب الناس. يزيد نفسه في الحقيقة زينب استطاعت أن تذله، استطاعت أن تحطم جبروته، لكن ما تصنع امرأة أسيرة، ما تصنع امرأة تاكلة. أتمنى يا ابن سفيان سبع القنطرة موجود ويشوفك تعايني وتضرب راس أخوي بعود، لكن بطلحة عليه ظل على النار ممدود، نايم بقحذى المشرعة يما تشوفوف مقطعة، قومة وعمامة مصرعة، سمية وهند محجوبة واحنا بمجلسك يسرى، وابونا اللي يحامي الجار ومن الطاهرة الزهرة، ولا طارش يصل عباس هذا اليوم ويخبره، يصرخ بسبع القنطرة زينب تراهي ميسرة، شسوي لي وان عباس عندي ما كان هذا علي يسدي ولا ورموا بالحبل زندي. نسألك اللهم وندعوك، خذ بأيدينا لما تحب وترضى، وفقنا لطاعتك، أعنا على أنفسنا، آمين.